لكم زمان، لا ترققون أكتر، بنتي هيك بتحبون. لفهم بس تخلص. بدي روح جيب شوية أغراض لتخلصها. شو بالظاهر عندك عزيمة الليلة؟ اي والله يا أخي. شو أنا مو معزوم؟ ايوه اجا. خدي هالكيس مني. يلا مسكي. شوفي عمي ماجد شو جايب معك؟ جايب لك كل شي بتحبيه، بنروح سوا على البيت وبنعمل احلى سفره. بس تجي امك رح تفرح كتير. يلا بدي روحي روحي، يلا خلينا نمشي. تعي يلا. فين المحل؟ ايه كيفك؟ شو عملتي اليوم؟ شو بدي اعمل؟ درت بارض ديار. بعتوا وراي رفقاتي بس ما رحت. دايما نفس القصص والمواضيع. خليك معي. شوفي. شو انتي مو من اهل هالبيت؟ تعالي وساعدينا بالشغل شوي. وليش تجوزك اخي؟ ما تشتغلي انتي؟ لا انا جاي لهون ست بيت، ومع هذا وكله انا ما قصرت بشي، عم بشتغل. انتي ست البيت؟ جد صدقتي حالك؟ قال ست البيت. مريم. ايوه رح تتخانق هي. مريم الو. الظاهر قامت لقيامي. قبل كل شي تعلمي تحترمي مرت اخوكي. انا غير الادمه هادين كن طمعينك كتير. اسمعي انا هادين كن نسوان اخي، انتي جارتي وجايه لهون تشتغلي. هلا اذا عالناس رح تعصبي علي انا؟ عامليني منيح، بدنا نعيش فتره طويله وشنب وش بعض. لا بدي اطلع بوشك كمان. مين انتي؟ لك مين انتي؟ بلك لا تحكي معي وعم تحكي. بلك لا تفوتي علي فجاه، بتفوتي وبتوقفي على الباب وبتنصتي. لمي غراضك وانقلعي يلا. ما سمعتين إلي؟ لساتك واقفة؟ ولك انتي ما بتفهمي يا مرة، انقلعي. ضحكتيني والله، بدك تقلعيني؟ ولك انا بقلع 100 وحدة من نمرتك لورجيكي. شو عم تعملي؟ بعدي ايدك ولعي عنا عملك. لك كسر ايدك عملك. تعي ولي تعي. لك اتركيها عملك تركيها. بعدي يا مش عملك. شو العياط؟ أخي هاي المرأة عم تمد إيدها علي ولا تقلع عني. ليك شلو جاني؟ خلص شو عم تعملي؟ شلون تضربيها؟ ولك أنت مجنونة يا مرأة؟ ما بتفهمي؟ ولك أنا بعمري ما ضربتك أف واحد. طلعي لبرا، طلعي، يلا انقلعي، يلا برا، بيتك من البيت، يلا. شك شرعي؟ شك شرعي؟ قال ست بيت، مو لتكوني ست بالأول؟ خدي هدول، انقلعي. والله وقلعت المرأة، فظيعة ونقل حي. بابا اهلين. شو عم بصير؟ مين قلع مين؟ مريم قلعت مرت اخوها الجديده من البيت. كل ما فت بلاقيك على التليفون. لسه عم تحكي انت وياها؟ شي نهار بدي كسر هالتليفون. بابا مو كانك عم تكبرها كثير؟ اسمع انت عم تعصبني، كل ما فت على البيت بلاقيك على التليفون. منناقش الموضوع بشكل جدي؟ لا روحي ما منناقش. إذا ناوي تقلي بدي إياها ليش هالمناقشة؟ أوكي بلا، وبلا ما نحكي مع بعض مدة طويلة كمان. أصلا نحن متعودين إنه سنين ما نحكي مع بعض، شو رح تفرق سنة تانية؟ ما بتفرق. هيك كان، لا تحكي بالناقص. كل العمر لا تحكي. إذا بدك ناوي موتني هالولد. ها؟ عم تقرش قرش مثل ما بتحبيها. ما بتتذكري كنت تشديني لعند اللحام لجيب لك؟ تذكرتي؟ جيب لنا شرحات، جيب لنا شرحات. يلا لشوف، قعدي على السفرة. كان طق عقله لو ما جابك على البيت اليوم. آخ يا أمي لو كنتي وشفتي شو سواه بالمطعم بهدلني على الآخر. شو بعمل؟ ما بيطلع بإيدي شي. بده يساوي اللي بده إياه. هلأ كنيلك كم يوم وبعدين منشوف. وأساساً ما عاد عمل مشاكل مثل أول. هديان إذا شدينا هذا من هون شوي ببين بطنك كتير منيح. صبح عندي شغلة صغيرة بالسوق، بعدين منركب وعالضيعة.
سويت اللي بدك اياه. ما بعرف، ان شاء الله ما يسود وشي يا خالي وتبهدل. لا ما تاكلي هم، خالتك محضره كل شيء. ليكي، شغلة المطاعم كبيرة، كل شي لازم يتحضر ويتجهز قبل بيوم، وبيصفى الضب والتقديم. المسقعة مثلاً لازم تقلي الباذنجان وتحضري اللوازم لوحدها، وكمان تحطي الزينة لوحدها، والصبح بس بدك تحطيهم بالطنجرة مع بعضهم. بس يا عمي ماجد، انت مو عاجبك شغلنا هذا اللي عم نسويه كله على بعضه؟ شو اللي تغير هلأ؟ بس الشغلة متعبة. لهيك اجيت وصرخت وبهدلتني قدام العالم؟ قديش كانت عيبة بحقنا؟ الزباين رح يعيبوا عليكي انتي. عمي فهمني، الناس بيجوا لحتى ياكلوا، بقى ليش لا يسمعوا مشاكلنا وخناقنا؟ بس يشوفوا هيك ما رح يعيبوا علينا؟ ما حدا بيعيب على زلمة بده يرجع بنته لبيتها. أصلاً عيب إذا تركناكي. كملي أكلك. هي بدها حجة لتخانق. عم تتحجج مشان تسفق الباب وراها وتطلع. بس لا تحلمي فيها، ما رح يصير اللي عم تفكري فيه. ما بقى خليكي تطلعي من البيت أبدا. يا الله رح جن. ليش بلش يصرخ هيك بلا سبب هلا؟ قاعد بلا شغل وانا اللي عم بصرف. جرحت كرامته وانتي كسرتي كلمته ورحتي. صار له فتره غاصص وبده يقول انا رجال. طيب يشتغل معي، يجي يساوينا الحلويات. اليوم في مره جاب صدر بقلاوه طعمته بتاخذ العقل. لازمنا حلو للزباين، مو احسن ما انه قاعد بلا شغل بيشتغل وبضل جنبي؟ ايه والله ليش لا؟ إذا طالع مصاري بيرجع مثل الأول أكيد، وطول النهار بيساوي حلو وبعدين بيرجع على القهوة مثل العادة. من خجله ما عم يحسن يطلع بين العالم وعم يتفشش فيكي وفيني. قومي لمها الصفرة. عيد شلونك مريم؟ منيحة؟ جيت مشان تشوفني يا عيد؟ حبيت شوفك قبل ما تروحي. بس ماني رايحة على محل. رايحة يا مريم، رح تتجوزي. لا هي تمثيل. اسمعني، رجب رح ياخذني ليخلصني من اخي بلال.